Radio Belgique. دونك سي ربيع، مرحبا بك قبل كل شيء في راديو باب جديد. وبيك يا عايش، مرحبا بك. نحب نقول قبل كل شيء مبروك، يظهر لي برشا تيترويت كانوا البيريود اللي فاتت بوغ لي جون، والحمد لله يظهر لي معناها موسم توج معناها كيما يل. الحمد لله الحمد لله، مبروك علينا الناس الكل، مبروك على عائلة نادي فيك الكل وعلى فرق اوتيلاد بصفة خاصة. دونك كان تعطينا لمحة معناتها دونك لي تيتر اللي فازوا بهم الشبان نتاعنا، دونك من اللي كل حتى يكشي للجونيور. لي تيتر هزينا دوبلي جونيور اللي هو الدوبلي نتاعنا اللي فزنا بيه في الموسم الفارت، الحمد لله ربي استحفظنا على الدوبلي نتاعنا. هزينا بطولة ايكول ا، وهزينا البطولة بتاع الكادي بي اللي تلعبت في قاعة المنصير. وبالإضافة لهذه كل الأصناف لعبت أدوار نهائية، من ربي وفقنا في 4 تتويجات، ولكن المهم أنه الكادي لعبت دور نهائي وانتصرت على الترجي الرياضي فارق 6 أهداف، انتصرت على النجم الرياضي الساحلي، وفي آخر مقابلة هزمت ضد المكتوم 3 أهداف. والمينين بي لعب الدور نهائي زادا حكم في التيتر ميتان، خسرنا ميتان خاطر بالفورميول في المينين، دونك خسرت ميتان، خسرتنا في الشامبيونا. الحمد لله اللي كاتيجوري كل فينال هزينا 4 تيتروات من 7، الحمد لله يا ربي. مي على الاقل لعبنا الادوار الاولى يظهر لي في اللي كاتيجوري الكل. بيان سور لعبنا الادوار الاولى في اللي كاتيجوري الكل، والنادي الافريقي كيما الموسم الفارط والموسم هذا اكثر جمعيه تيتري في الليجان في كرة اليد. تري بيان، لكن يظهر لي معناتها العباد اللي كانت قريبه من الهوند السنه، الناس كل مجمعه اللي ممكن كان اصعب سيزون، كانت من اصعب السيزون السنه. صحيح 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 صحيح، الموسم هذا كان صعيب برشا لعده ظروف، اولها البنيه التحتيه، يعني البارك كما تعرف الناس كل البارك كان فيه اميناجمون، دونك ما عندناش تيرانات، بدينا نترانيو ما غير كاجات ما غير تراساج، خدمنا برشا فيزيك حتى لينا بالتنسيق مع الإدارة حضرنا التيرانات. في منتصف الموسم ولا عنا اللي نجم نخدم فيهم، بالإضافة إلى قاعة الجورجيني كان عليها ضغط كبير، قاعة الجورجيني معناها باش نلقاو كخيمو باش تانا جينيور ولا الكادي كانت مشكلة كبيرة، خاطر عنا سينيور أولاد هونت سينيور بنات الباسكيت، باش تعرف العباد اللي ما جيش بالساهل، كل الاولاد الجينيور والكادير راهم يترانيو معناها يخرجوا ل 11 نتاع الليل من قاعه البرجين، معناها اون ايتي اوبليجي باش نعملوا ان كرينو زايد اللي هو من 9 ونص ل 11 تاع الليل باش نجموا نوفروا قاعه البرجين للكادير والجينيور. العباد الكل ضحات من مدربين من مسؤولين من اللاعبيه من لي بارون الكلهم وافقوا على انه نزيدوا هذا الكرينو هذا، وبارك الله فيهم الناس الكل. لذلك علاش قلنا احنا الظروف كانت صعيبه برشا، ولكن في النادي الافريقي احنا ما نسلموش، والنادي الافريقي ماناش مهما كانت الظروف عندنا دي زوبجيكتيف وعندنا اسم الجمعيه اللي ديما يلزمنا نخدموا عليه، يلزمنا ديما اسم النادي يكون الفوق ان شاء الله. ان شاء الله اكيد يظهر لي معناتها زاد معناتها الستاف ادمنستراتيف كي معناتها كي بدا ناجح ويجيب لي تيتر اكيد معناتها صحيح الكومبيتونس نتاعو، لكن زاد الكونتينيتي باش نشوفوكم ان شاء الله العام الجاي، باش تواصلوا ان شاء الله معناها في الاداره دونك في اداره الشبان بالنسبه لاصناف الشبان النادي الافريقي. والله شوف احنا توا عندنا زوج مواسم خدمنا رولاف على كيب قبلنا خدمه بالمناسبه، معناها راهو اذن نشكروا على اللي خدمة قبلنا الكل، لان يعني جونيور اليوم كلينا احنا جونيور مع بعد خدمة قبل باش وصلت للجينيور دونك الكادي ومنين وغيرهم، احنا خدمنا عامين الحمد لله في عامين عندنا حققنا الاهداف المرسومه سواء من لي تيتر سواء من اللاعبيه اللي طلعوا للسينيور. الموسم هذايا وفات توا احنا باش نقعدوا بيان سور مع الاداره باش نقعدوا مع رئيس الفراغ، اذا كان فما ظروف مواتيه باش نكملوا نخدموا علاش لا، واحنا رانا نعاونوا النادي الافريقي سواء كنا في داخل الجمعيه ولا في الخارج. يعني واحد اليوم ما ينجمش يستغنى على ابوه ولا امه، النادي الافريقي احنا بمثابه امنا وبمثابه بونا،
دونك سواء من الداخل ولا الخارج احنا على ذمة الجمعية، وهذه عقلية وهذه حب نادي الإفريقي، ما نجمش تفسخ سواء كنت مسؤول ولا خرجنا ولا أي حاجة أكيد.